جميع نساء العالم، لأن المؤلفة صاحبة النص هي أنت. الممثلات إنات. السلام عليكم، أنا فدوى فنطول، طالبة بمهن المسرح وفنون العرض بجامعة بن طفيل بشعبة الفنون والوسائط. الفكرة جاتنا احنا كطالبة بنات، كانت طالبة معنا سلمى بعدي هي اللي اقترحت علينا هذه الفكرة، واننا نخدموا قصص واقعية وهما كاينين معنا في المجتمع وكان عيشهم. هما أربعة النساء في واحد السجن اللي كتحكي كل وحدة فينا كتحكي المعاناة ديالها ولا المشاكل ديالها اللي عاشتهم في واحد الفترة ولا من حياتها. وأنا من بين هاد الربعة شمس واحد البنت غيوانية كتحب وكتعشق الفن وكتهوى من صغرها من الأب ديالها. واحد النهار قال لها غادي تحبسي الغنى. من بعد هي ما تحدات داك القرار اللي قال لها الأب ديالها، دارت الكوفر نجح. من بعد بغات تنتج ليها واحد المنتجة، وهاد المنتجة هي اللي تعرضت يعني من طرف المنتجة شمس تعرضت للتحرش. وهذا دابا كان شمس كتكلم على الواقع ديال التمثيل المغربي، كنظن الفن بصفة عامة يعني الممثلات او المخرجات كيتعرضوا للتحرش الجنسي. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، ولا هذا ما كاينش غير في الفن، ما كاين في الحياه العامه، في حياتنا كاملين كنتعرضوا للتحرش من النساء من الرجال يعني من جميع الجنسين. دور انت الفكره انك تبي هذا الدور بالضبط؟ صراحه اش غنقول لك، الفكره جات اقترحوا عليا البيرسوناج، ما كانش سهل كاع انني نلعب هذا البيرسوناج، ما كنت عارفه عليه حتى شي فكره، لا كيفاش كيهضروا لا كيفاش داك الناس كيفاش عايشين لا المعاناه ديالهم لا حتى شي فكره. وحاولت بلا غوشيرش والمساعده ديال حسام قريمح ومع صحابي، ونتمنى نكون عجبناكم خير شويه. هذا الدور يحكي عن فتاه الشارع كيفاش كتعيش المعاناه ديالها. كنتي داخل السجن؟ كنت داخل السجن للسبب، ولكن داك السبب الشخصيه كتخداتو بجهه عادي كيف ما كنقولوا، بارابور الاسباب اللي هي عايشه والمشاكل اللي هي مدوزه وداك الشيء اللي هي عاشت قبل. دونك انا السبب ان هاد كندوي لك بجميله، السبب ان جميله علاش دخلت السجن ماشي السبب اللي غادي يخليها تجرح اكثر ما هي مجروحه من داك الشيء اللي طرا لها في صغرها والاسباب اللي خلوها انها تولي هكاك. دونك اللحظه عطيتها عذر، عذرت جميله علاش هي هكاك وعلاش هي فتاة الشارع وعلاش كتعيش داك الشيء نظرا للمعاناه اللي عاشت. يا تحيه فنيه، شكرا اللي تغطيت كل ما هو راقي ومتميز. انا كاتبه عامه في جمعيه برج القلاق التربيه والتكوين والمسرح، وفي مسرحيه كسر مسؤوله على الملابس والمكياج. هاد المسرحيه جات في اطار المهرجان ليالي رمضان في نسخته الاولى اللي تتنظمه مديريه الثقافه وجمعيه برج القلاق التربيه والتكوين والمسرح والفنانه التشكيليه فاطمه الحميدي. من خلاله تنحاولوا نمروا مجموعه ديال الرسائل اللي هي اجتماعيه واللي هي واقع معاش وكاين ما هو مسكوت عنه، فبالتالي حاولنا نطرقوا ليه هنايا وكان التفاعل ديال الجمهور وشكرا. جميله المسرحيه،
تعبر عن الحياة المغربية أو الواقع المغربي؟ اللون الأسود من جاك أنك تسجل اللون الأسود؟ حيث اللون الأسود هو أكثر تعبيرا على الحزن وعلى الواقع المعاش والمرير في الحياة، وغالبا ما اللون الأسود هو أكثر تعبيرا فوق الخشبة، هذا علاش استعملته بزاف وهو معبر أكثر. اليوم رأينا اللونين، اللون الأخضر التي عبرت به الفنانة التشكيلية إشراقات الربيعية واللون الأسود وهما بجوج تيمثلوا لنا الحياة، اللون الأسود اللي هو عبارة على الحزن والواقع المعاش واللي هو تنعيشه دائما وهو كائن موجود، واللون الأخضر اللي هو الأمل والتفاؤل اللي ديما تنطمحوا ليه وتنطمحوا أننا نوصلوا ليه وتنتمنوا دائما أننا نوصلوا ليه بدك خيط اللي ديال الأمل اللي تيربطنا غادي أفضل. كم أنت رائعة وأنت أروع وأنت أروع. شكرا لكم بزاف وتحية للإعلام النزيه والحر والمتميز. من المؤلفات مرحبا بالمؤلفات المسرحية. شكرا عزيزتي الجميلة. سلمى بعدي مؤلفة مسرحية كسر. تم عرض مسرحية الكسر بتنسيق مع جمعية برج الأقلاق برئاسة تبع الروب الدوش العربي الدوش، تم عرضها اليوم. مسرحية في طورها تناولت العديد من المواضيع، مواضيع نسائية. اليوم لكل مرأة، لكل مرأة أهديناها منبر لتعبير عن ما بداخلها، لتعبير عن المجتمع، كل ما يؤديها في مجتمعنا. ناقشنا عدة قضايا، ناقشنا قضية التنمر، قضية الاغتصاب، وقضية الفساد. طبعا اليوم كان عرضنا عرضه الأول من طرف طلبة إجازة المهنية للمسرح وفنون العرض برئاسة الأستاذ هشام بالهاشمي. وجه تحية لجميع الأساتذة التي ساندونا. طبعا كشباب لقينا الحضن ولقينا الحب. شكرا للأستاذ عبد المجيد الهواس لإشرافه الفني، شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا العرض. المسرحية فيها كثرة الشباب. الشباب طبعا. من أين جاءت هذه الفكرة؟ طبعا كيف ما كتعرفي مريم، التقينا في رحاب الجامعة، كنا شباب طموحون أن نغير الفن، أن نقوم بإحداث شيء جديد، أن نجعل من المسرح المغربي عنوانا آخر. اجتمعنا شباب بحضن، واجهنا عدة صعوبات تقنية ومادية، وجدنا الحضن، وجدنا الحب من طرف جمعية برج الأقلاق وشعبة الإجازة المهنية. إذن دائما نجد جمعية برج الأقلاق طبعا مع الشباب، حاضرة دائما مع الشباب وإلى الشباب. إذن دائما مع الشباب. كل عيمين رفقوا من حالي، بلاش تعيبوا في قولي وفعالي. خلوا الجد دابا. مرحبا. اش هضر الجد؟ هذوك اللايمين راه اكبر جد. كل ما قلتيش جد جلاله. مرحبا. جمعية برج الأقلاق وبعرب المعروف الأب الروحي بلا أولا ديالنا. مرحبا. الفتيات اللي كنتكلموا على النساء. وي عندي مشكل في هذه القضية، ديما تيقولوا لي أنت عندك غير البنات بزاف، راه عندي حتى الدراري، عندي حتى الدراري. عندي حتى الدراري عندي، الحمد لله. بعرب الروب هو العربي الدوش، ممثل ومخرج مسرحي وسينمائي، طالب السنة الخامسة بالمعهد البلدي بمدينة الدار البيضاء شعبة المسرح. هذه السنة إن شاء الله دعيوا معايا عندي لا ميداي، أننا نتوفقوا إن شاء الله أننا ناخذ الدبلوم ديال السنة الخامسة. رئيس جمعية برج القلاق كما كتعرفوا كاملين، والقلاق هو أكبر أكبر وأقدم معمر مدينة القنيطرة. هو المحتضن للشباب. وهو المحتضن للشباب لأنه القلاق تيطلع الفوق وتيشوف المدينة كاملة وتيحاول ينزل. الهدف مبين هو أنه يساعد الشباب ويساعد كاع الفئات ديال الناس. هاد السنة هذه خدينا على عاتقنا من بعد الجائحة ديال كورونا، تنبغيش نذكر هاد السمية هذه، بعد داك التوقف ديال سنتين خدينا على العاتق ديالنا أننا نفتحوا المحيط وبالأخص على الجامعة بن طوفين، وبالضبط على شعبة اللي كانت نوع جديد بالنسبة للكلية ديال القنيطرة اللي هي شعبة الإجازة المهنية في المسرح. هذه أول تجربة في المغرب، انفتحنا على الجامعة من خلال مجموعة ديال مجموعة الشباب ديال جمعية برج الأقلاق، هما اللي كانوا مثابة صلة وصل مع الشباب، مع الطلبة ديال هذه الشعبة هذه. بالتالي أننا من بعد بغينا نتوجوا المسار
ديال 3 سنين ديال الاشتغال ديال الطلبه ديال شعبه الاجهزه المهنيه في المسرح بانجاز واحد العمل هو تطبيق لذاك النظري اللي تكونوا فيه الطلبه. ولا لاحظتي انه جميع المهام وجميع المقومات ديال العرض المسرحي تيتحملوها الطلبه باستثناء اداره الانتاج اللي كتحملها جمعيه برج القلق، وكذلك الاداره ديال الفرقه اللي كيتحملها بارو، بالاضافه المكياج والملابس تصميم الملابس والانجاز ديالها اللي كتحملوا الاستاذه جميله المعزاوي. باستثناء هاد جوج ديال المهام فكافه المهام ديال اللي كتقوم العرض المسرحي فهي من تحت مسؤوليه الطلبه ديال الاجازه المهنيه. الفوج الاول هذا هو اللي جميل، هو ان هذا الفوج استطاع انه يكرس هذا العرف ديال اللي يطبق ما تعلموه مدة ديال 3 سنوات في هذا العمل ديال الكسر. عمل الكسر هو بمثابة صرخة، صرخة نداء من الطلبة ومن الجمعية إلى المرأة المغربية بالدرجة الأولى ومرأة في جميع بطاق العالم، بقاع العالم عفوا، اللي تنحاولوا من خلالها نطرحوا مجموعة ديال القضايا ديال اللي كتهم المرأة واللي قاموا بإنجازها ولا اللاعب الأدوار الأساسية في هذه اللعبة المسرحية هما إناث. بالتالي كيكون هذا عمل من المرأة إلى المرأة بمساعدة الرجل دائما، لأنه تيكون كنقولوا وراء كل عظيم امرأة ولكن وراء كل امرأة رجل اللي كيساندها. هذا موقف ديالنا كرجال، المساندة ديال الأخوات ديالنا في هذا العمل هذا. استطعوا أننا نوصلوا مجموعة ديال الرسائل لمجموعة ديال القضايا اللي كتهم المرأة المغربية من خلال هذا العمل ديال مسرحيات عرض مسرحيات كسر. ما يفوتنيش الفرصة أنني نشكركم، نشكر قناة أخبار الفجر المغربية ونشكر بنتي مريم، لأن الحمد لله عندي بنتي صحفية، عندي بناتي ممثلات، عندي بناتي كيديروا الموسيقى، عندي ولادي كيديروا الموسيقى، فالحمد لله المدينة وخارج المدينة أنه يعج بمجموعة الأبناء اللي كنشتغلوا معاهم وما تيخيبوناش أنهم تيستطيعوا يوصلوا للمناصب اللي كتشرف. انا تنشرف بك انت والاستاذ المهدي اللي كنعتبره حتى هو ولدنا قشيني، وكان من خلالكم كنوجه التحيه لجميع الطاقم ديال جريده اخبار الفجر المغربيه وشكرا لكم بزاف. مشيش بعيد، غادي نرجع لواحد النقطه صغيره التفاته لبعروب اللي قال ان ما بغاش يجبد كورونا. هاد الرجل العظيم اللي هو الاب الروحي ديالنا، كورونا اللي ما كناش حابسين فيها بعروب، بل بعروب كان في كورونا قلبا وقلبه. ايه انا ما بغيتش نجبدها كجائحه لانها كانت بمثابه واحد الخناق، لابغينا نقولوا واحد لاكورد التوات على العنق ديال الجسم الفني والثقافي بشكل عام وجميع سميتو، ان ما كناش كنتواصلوا فنيا، ولكن استطعنا اننا نقاوموها من خلال واحد اللجنه ديال اليقظه والتطوع ديال منطقه العلامه والربيع اللي كنتي انت عنصر اساسي في هذه اللجنه، في اللجنه ديال الاعلام كانت مكونه من 4 ديال لجان، لجنه الاعلام واللجنه ديال الاجتماعيه اللي كانت كتقدم مجموعه الخدمات الانسانيه الاجتماعي، واللجنه ديال الطوارئ الصحيه اللي كانت كتقدم خدمات طبيه وكتنقل الناس للمستشفيات وقدمت مجموعه ديال الادويه ومجموعه ديال الحوايج الصحيه، وكذلك مجموعه اللجنه ديال التواصل والاعلام اللي دارت برامج توعويه وكذلك حملات سياسيه خارجيه، واللي انت عنصر منها. ولهذه اللجنه كانت تتكون من 20 جمعيه، ما تيسعنيش الوقت انني نذكرها كامله، ولكن كنحييهم بهذه المناسبه جميع الجمعيات اللي كانوا اعضاء في لجنه اليقظه والتطوع، وخاصه اتحاد جمعيه المجتمع المدني برئاسه الاستاذ حميد عدل اللي كان هو الاتحاد اللي كان كيحتضن الجمعيات هذه، تنسق من خلال العمل ديالو وفرنا مجموعه ديال الحويجات، وكان عمل جماعي ميداني محض، وتنتمناو اننا نكونوا توفقنا في هذه العمليه. اذا تحيه لجمعيات المجتمع المدني هنا بمدينه القنيطره، ونحيي بعروب الدوش.